أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. الأثقال والأغلال التي تكون على الأمم كثيرة جدا وجدا، أكثر من أن تحصى. ولكن أسباب أو مصادر تلك الأغلال والأثقال ليست كثيرة. من أين تكون هذه الأغلال على الأمم؟ ما هي المصادر؟ المصادر أمور، من جملتها أولاً الخرافات التي يتوارثها الناس عن طريق الآباء والأجداد وأمثالهم. المصدر الثاني من مصادر الأثقال على الأمم، الأغلال التي تكون في المجتمعات، المصدر الثاني هو القرارات والقوانين الحكومية. الظالمة طبعا، أو التي تقيد الحريات. المصدر الثالث الأعمال السيئة التي يعملها الناس ويستمرون لفترة حتى تصبح تلك الأعمال من واقع المجتمع. هذه بعض مصادر الأثقال التي تثقل كواهل المجتمعات. مثلاً أولاً الخرافات. الخرافات أصلاً لكثرتها لا تحتاج إلى مثال. كم من الخرافات نعرفها؟ ما لا تحصى كثرة. أصلاً بعضها يكاد الإنسان أن لا يصدق أن هذه الأمور موجودة في البشر. كيف يفكرون هؤلاء؟
عدد من الناس يجتمعون في مكان ويجتمع في ذلك المكان الشباب الذين تزوجوا في تلك السنة، ثم بعد مراسيم معينة يبدأ الناس الحضور بضرب هؤلاء الشباب الذين تزوجوا في ذلك العام ضربا مبرحا بالعصي، أحيانا بالسكاكين جرح هؤلاء، وأحيانا يجرح بعضهم جروحا عميقة. هذا المسكين الذي تزوج في هذه السنة، موجود هذا الشيء في بلاد قريبة سنويا، والشباب بأنفسهم يأتون. وأمثال هذه الخرافات بالآلاف، أكثر، عشرات الآلاف، أكثر. كم هي الخرافات التي تثقل كواهل المجتمعات والأمم؟ هذا مصدر من مصادر الأغلال والأثقال على الأمم. والمشكلة أن الناس هم بأنفسهم المتضرر، هو بنفسه يروج لهذه الخرافات. ويقف لهذه الخرافات ويدافع عنها، بل لعله أحيانا يقاتل لثبوت تلك الخرافات. المصدر الثاني قرارات، قوانين الحكومات، القرارات الظالمة، وما أكثرها في كل البلاد، في كل البلاد. في البداية القرار الظالم الناس يتلقونه بعنوان شيء ظالم، ولكن بعد فترة يصبح هذا القرار الظالم، هذا القانون الذي يحد من الحريات، يصبح واقعا في المجتمع. يبدأ المظلومون بالدفاع عنها، تصبح واقعا في مجتمع. لا لا لا، هذا شيء حسن، هو المتضرر، هو يدافع. تتبدل تلك القوانين والقرارات الظالمة إلى مكبلات للناس، مكبلات للناس، إلى محددات للحريات، إلى أثقال، إلى أغلال. كم هي هكذا نماذج في أي بلد من بلاد العالم؟ بالعشرات، بالمئات. أمور قننها قانون أو المشرع في ذلك البلد، أمور ظالمة، ولكن شيئا فشيئا هذا الشيء الظالم أصبح من واقع المجتمع، المجتمع يدافع عنه. ولا يقبل أصلا أن تفتح الموضوع، لا شيء واضح يلزم أن يكون. أتذكر جيدا أحد مراجع التقليد الماضين رضوان الله تعالى عليه، كان في بعض خطبه في بعض الجلسات يذكر أنه هذه الحدود الموجودة بين بلاد المسلمين يلزم أن ترفع، أن تلغى. المسلم يريد أن يسافر من بلد إلى بلد آخر يلزم أن يكون حرا، كل الناس تقريبا كانوا يخالفون،
حتى المتدينين، حتى بعض رجال الدين، مع أنه واضح هذا الشيء ليس من الشر. حرية السفر شيء ضمنها الشر، من البديهيات لعله. لا 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 يمكن تطبيق هذه الحريات، غير ممكن، يلزم أن تكون هناك حدود. شخص مسلم يريد أن يسافر من بلد مسلم إلى بلد مسلم آخر، يحتاج إلى جواز، يحتاج إلى ألف شيء. هذا خلاف الدين، هذا خلاف العقل، ما كان يقبل أصلا نهائيا. أتذكر كان يذكر مثال الولايات المتحدة الأمريكية، كان يقول هذه كانت بلاد متفرقة، دول متفرقة، وإلى الآن إلى الآن قوانين هذه الولاية تختلف عن قوانين تلك الولاية. في هذه الولاية المخدرات مرخصة، الولاية التي بجنبها المخدرات ممنوعة، الشخص ربما يسجن 10 سنوات فيها. يعني الشخص في هذه الولاية في سيارته توجد مخدرات عادي، وهو يسير يخرج من هذه الولاية يدخل في الولاية الثانية، طبعا يخرج ويخرج ويدخل خط لا أكثر، لا يوجد شيء، لا توجد علامة أصلا في كثير من الشوارع. يدخل إلى تلك الولاية، لا هناك إذا وجدوا هذه المخدرات في سيارته يغرموه، يسجنوه. دول مختلفة إلى الآن، إلى الآن هي دول الولايات، ولكن اتفقت في أمور صارت دولة واحدة. أتذكر كان يذكر هذا المثال، لا المثال كان قديما، الناس ما لا يتذكرون اليوم، لا يتذكرون عندما كانت بالفعل دول متفرقة متطاحنة متقاتلة. المثال ما كان يقبل بعنوان شاهد أنه شيء ممكن تطبيقه. بعد ذلك قام الاتحاد الأوروبي بعد مثال أوضح، كان أوضح جدا، دول كثيرة ما يقارب من 30 دولة، نصف تقريبا نصف مليار من البشر يعيشون في هذه الدول، في تلك الدول، دول الاتحاد الأوروبي، يسافرون لا أحد يسأل منهم أصلا، هو لا ينتبه أنه خرج من دولة دخل إلى دولة ثانية، هو لا ينتبه إلا إذا كان ينظر إلى الشارع توجد علامة هنا انتهت الدولة الفلانية وبدأت الدولة الفلانية، ولا حتى هو لا ينتبه أنه خرج من دولة دخل في دولة. أولئك مع اختلافهم الكثير في ثقافاتهم، اختلافهم الكثير في مذاهبهم، تطاحنوا تقاتلوا، 3 ملايين شخص في بلد واحد بسبب الخلاف المذهبي عندهم قتل في حرب واحدة، أكثر من 3 ملايين بسبب حرب مذهبية. لا عادي، أصبحوا عادي، هم يمكن أن يطبقوا هذا الشيء، نحن لماذا لا نتمكن أن نطبقها؟ كان المثال واضحا، الحجة حجة ذلك المرجع كانت واضحة. شاهدي القوانين، القرارات الحكومية الظالمة شيئا فشيئا تصبح واقعا في المجتمع، المجتمع هو يدافع عنها. هذا ثانيا. ثالثا الأعمال السيئة التي يقوم بها الناس، لا من قرارات حكومية لا من خرافات، هم يقومون، هذا يقوم بعمل سيء، الثاني يتعلم منه يقوم بذلك العمل السيء، الثالث الرابع العاشر، 1000 مرة، 10,000 مرة، سنة سنتان، 20 سنة، خلص يصبح هذا الشيء السيء واقعا في المجتمع، المجتمع يدافع عنه بقوة، وهو يقيده وهو يؤذيه، هذا القرار هذا العمل السيء يؤذيه، يثقل كاهله، ولكنه يدافع بقوة. لا من قانون، لا توجد قرارات من مصدر قوة، لا أعمال سيئة تعود المجتمع عليها. تريد أن أذكر مثالا؟ الأمثلة كثيرة أتركها،
لأن كثير من عندنا يعيش في هذا الوضع، هو ممن يدافع عن هذه الأمور السيئة كثيرة كثيرة. لا وراءها قوانين، لا وراءها خرافات، أعمال سيئة تعود المجتمع عليها. هذه الأمور هي التي تثقل المجتمعات، تشغل المجتمعات. كم من أعمار الناس تصرف في هذا المجال، كم من أموال الناس تصرف في هذا المجال، كم من أفكار الناس، جهودهم الفكرية العقلية، هذا الشيء الثمين الذي يمتلكه الإنسان، كم من هذه الجهود الفكرية تصرف في هذا المجال؟ أثقل. إزالة هكذا أثقال صعبة جدا، بل أحيانا تكون شبه مستحيلة. لماذا؟ مرة أنت تجابه حكومة، مرة أنت تجابه فئة متنفذة، مرة أنت تجابه المجتمع كله. مجابهة الحكومة صعبة، مجابهة المجتمع شبه مستحيل. تتمكن أن تحقق شيئاً والمجتمع كله ضدك. المجتمع المظلوم هو المظلوم يقول أريد أن أكون مظلوماً، لا أريد أن تحررني. هو الذي ظهره يكاد أن ينكسر من هذه الأثقال، يقول لا أريد هذه الأثقال تكون على ظهري. كيف تتمكن أن تنقذه؟ شبه مستحيل. عندما تصبح الخرافات واقعا في مجتمع، عندما تصبح القوانين الظالمة المقيدة للحريات واقعا في مجتمع، عندما تصبح الأعمال السيئة واقعا في مجتمع، أنت تريد أن تنقذ هذا المجتمع من هذه الأثقال. شبه مستحيل، عمليا مستحيل، إلا نموذج واحد في التاريخ، ما عندنا غيره. رسول الله صلى الله عليه وآله حسب تعبير القرآن الكريم مما صنعه من الأمور العظيمة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الأغلال معناها واضح، الإصر في اللغة العربية معناها الثقل، أثقال، أثقال على الظهور، والأغلال في الأيدي والأرجل. هذا الشيء كان شبه مستحيل، بل هو عمليا مستحيل. لماذا أقول عمليا مستحيل؟ لأن أنبياء الله العظام، الرسل، سادة الرسل، ما تمكنوا أن يقلعوا مجتمعاتهم، أممهم من هذه الأمور. قلت لكم لأن المشكلة في المجتمع، المجتمع هو يدافع عن هذه الأمور. المجتمعات العادية الرسل ما تمكنت أن تخرجها من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فكيف بهكذا مجتمع منحط؟ مجتمع زمن النبي، لا يوجد مجتمع في التاريخ أكثر انحطاطا من هذا المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الخرافات فيها حدث ولا حرج. ماذا يقول الإنسان؟ القوانين، كانت هناك قوانين ظالمة؟ نعم. كانت حكومة أصلاً؟ نعم، كانت حكومات في قرية صغيرة، حكومات. أبو سفيان يحكم، ابن زبعرة يحكم، أبو جهل يحكم. المشكلة ليست في أن أبا سفيان يحكم، المشكلة في أن المظلوم هو يدافع عن ظلم أبي سفيان له، ظلم ابن الزبعرة له.
خرافات إلى ما شاء الشيطان، قوانين قرارات ظالمة، حكومات وحكومات، بلد بدون حكومة، كل واحد يحكم، أعمال سيئة أصبحت واقعة، البلد كله سيء، المجتمع كله تالف. هكذا مجتمع كان من الممكن إنقاذه؟ مستحيل، بما لكلمة المستحيل من معنى مستحيل عملي. رسول الله صلى الله عليه وآله أنقذهم خلال 10 سنوات. تريد أن تحسب كل فترة ما بعد الرسالة؟ 23 سنة. يعني في فترة لا شيء، في فترة لا يمكن إخراج هذا المجتمع من خرافة واحدة من خرافاتها، أنقذها رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة أنقذ موجودة في كلمة في خطبة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، الله أنقذهم برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المستحيل الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله في خلال فترة بسيطة. الأنبياء في مئات السنوات ما تمكنوا أن يصنعوا ذلك في مجتمع أفضل من ذلك المجتمع، مجتمع ليس بتلك الدرجة من التدني، ما تمكنوا أن يصنعوا في مئات السنوات. رسول الله في 10 سنوات صنع، في 23 سنة على أكثر التقادير صنع كل فترة رسالته. فترة المدينة كانت 10 سنوات تقريبا. جاء من بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أكمل المسيرة وصنع معاجز كما صنع أخوه رسول الله صلى الله عليه وآله. إزالة الآثار التي تثقل الكواهل، كواهل المجتمعات لا كاهل شخص واحد، إزالة الأغلال التي تكبل الناس يحتاج إلى برنامج، يحتاج إلى مطبق لهذا البرنامج، منفذ لهذا البرنامج. البرنامج موجود، برنامج النبي صلى الله عليه وآله في سيرته الموجودة بأيدينا. أمير المؤمنين، هذه نهج البلاغة، خطب نهج البلاغة، كتب نهج البلاغة، شيء كثير كثير من هذا البرنامج الإلهي. ولكن المطبق لهذا البرنامج غائب عنا، ولسنا غائبين عنه ولا غائبين عن ألطافه صلوات الله عليه وأرواحنا فداه. ولكن البرنامج موجود في الأيدي، كلما طبق شيء من هذا البرنامج الإلهي المحمدي العلوي نجونا من أغلال، نجونا من أثقال وآثار. كيف؟ نترك الموضوع. كلمة باعتبار أننا على مشارف الذكرى العظيمة العطرة السعيدة لميلاد خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وذكرى مولد حفيده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
هذا الذكر العظيم العظيم العظيم، الروايات التي ذكرت عظمة هذا الذكر، العظمة في الآثار الدنيوية، العظمة في الآثار البرزخية، العظمة في الآثار في يوم القيامة، العظمة في الآثار في الجنة، شيء عجيب. يعني الذكر عجيب، مع أن الكلمات كلمات بسيطة عادية. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما هو سر عظمة هذا الذكر؟ هذا سر لا نعلم. ما هي الأسباب التي ندرك جوانب منها في عظمة هذا الذكر؟ عشرات الأسباب، يحتاج إلى كتب، وبالفعل قد كتبت كتب. من جملة النقاط المهمة التي قد يغفل عنها ربما كثير من المؤمنين، إخواني، عندما تريد أن تعظم شخصية، مثلا صاحب شركة، كيف تعظمه؟ هل تقول هذا الشخص هو صاحب الشركة الفلانية التي تصنع الأشياء العادية الصغيرة تذكرها؟ لا، تقول هذا صاحب الشركة الفلانية التي تصنع الأشياء الكذائية العظيمة، أعظم ما تصنعه تلك الشركة، أو ما تبيعه تلك الشركة، أو ما تسوقه تلك الشركة. صحيح؟ لا تذكر الأشياء العادية، الأشياء الصغيرة لا تذكرها، تذكر الأشياء الضخمة بالنسبة إلى تلك الشركة. هذا تعظيم لهذا الشخص صاحب الشركة، أو تعظيم للشركة. مرة أنا أقول الله ربي، الله خالقي، بالفعل الله ربي، الله خالقي. مرة أقول الله عز وجل خالق السماوات، خالق الأراضين، بالفعل الله خالقه، هذا تعظيم لله؟ التعظيم الحقيقي لله سبحانه وتعالى عندما نقول الله عز وجل هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. عندما أقول الله عز وجل هو خالق نور علي صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا تعظيم حقيقي لله عز وجل. الله خالقي هو خالقي، ولكن هذا تعظيم من أنا؟ ملك من ملائكة الله يتمكن أن يخلق، وبالفعل يخلق. من الذي يخلق البشر؟ ملائكة تخلق بأمر من الله سبحانه وتعالى. أنوار أهل البيت، نعلم ماذا تعني أنوار أهل البيت؟ أنوار أهل البيت هي التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء. عندما أقول كل شيء أقصد كل شيء، كل شيء على عمومه، على شموليته، جمع الله سبحانه وتعالى في أنوار آل محمد كل شيء. اللهم صل على محمد. بما لكلمة الكل من معنى من دون استثناء، الله عز وجل خلق تلك الأنوار من دون أي تعب، من دون أي صعوبة. هنا قل الله أكبر، الله أكبر، الله العظيم. من أين نقول الله عظيم؟ عندما نتصور أن الله عز وجل بأبسط إرادة
خلق نور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا تعظيم لله. ذكر الصلوات على محمد وآل محمد صلوا عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مما يتضمنه، يتضمن هذا الذكر أشياء كثيرة، مما يتضمنه يتضمن هذا المعنى. أنا عندما أصلي على رسول الله وأهل البيت، الملائكة عندما تصلي على رسول الله وأهل البيت تطلب، نحن لا نصنع شيئا، نقول اللهم صلي، نطلب من الله، الملائكة تطلب من الله عز وجل. الله عز وجل هو عندما يصلي، الله هو يرسل رحمة خاصة استثنائية هو يعرفها، يعني هو ربهم، يعني هو خالقهم. ذكر الصلوات إخواني هذا المعنى يتمكن الإنسان أن يجده في أمور ذكرت في الروايات الشريفة في تعظيم هذا الذكر وأمثاله، مما يرتبط بخلق الله لأنوار أهل البيت. تعظيم الله حقيقة موجود في هذا الذكر الشريف، ولذا ورد أنه أعظم من أهم الأذكار. أهم الأذكار هي الأذكار الأربعة التي نذكرها في الركعة الثالثة أو الرابعة، تسبيحات الأربعة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه الأذكار أهم الأذكار، أمهات الأذكار. في الأحاديث الشريفة أن ذكر الصلوات على محمد وعلى محمد يعدل أو يكون راجحا على الأربعة معا. في هذا الذكر عظيم عجيب لله سبحانه وتعالى. ما شيء أثقل في الميزان من الصلاة على محمد وآل محمد. لاحظوا القيمة. الشخص في يوم القيامة المؤمن يحصل عنده نقص، السيئات ترجح على الحسنات. في الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل ذكر الصلوات، يبدو صلوات هذا الرجل هذا المؤمن، يجعله في هذا الطرف فيرجح حسناته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله وببركات هذه الأيام السعيدة بمولده الشريف ومولد حفيده الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، أن يقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات، وأن يكشف همومهم وغمومهم، وأن يسهل أمورهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يعجل في فرج مهدي آل محمد.